السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. كيف حالكم؟ متى أصبحتوا؟ وكيف أنتوا؟ والله إني وائل، صباح الله خير. يا أخي يا استقرأ مسجات واليوم يوم الحلاقة ويوم التفريج ويوم يوم تليف شغل مالها أول من تالي. ها ويلا يلا تلحق، يلا يلا تلحق إنك تغادي تتشاهد. طبعا اليوم عادة مرة مصقول الوجه صقال ما شاء الله تبارك الله، رجعنا كل عمري. بشيرك مرة ثانية حجرتي، نسيت الدويات، نسيت الدويات، نسيت دوياتي. هيو هاي هي القلب ميت، القلب ما بميت يا غير مشدوه، عظم اللقل دم ولحم. هيو حل وادم ابوي العرب كلها تمشي الا بدوياته، الكبار والصغار ما حد ابوي يمشي الحين، الواحد من يطيح من بطن امه الا ويا بدوياته، الا بدوياته. اي والله انزين شري ماشي خلاف ابوي، لي بينك اللي بيركب بنقود به، كان جوينج داون ولا جوينج اب. يلا برايكم كلام السلام. يا راهب الدير، بالانجيل اخبرني عن البواخر التي ها هنا سكنوا، بالأمس كانوا هنا واليوم تخرطفت بهم الإبل، تحيدون هالبارحة الباخر عند الله. هذا أبوي، يا من أمس غني وأصبح فقير، عكس المقولة البارحية. المقولة البارحية كانت يا من أمس فقير وأصبح غني، البارحة لا، اليوم لا، أصبحنا يا من أمس غني وأصبح فقير. يا على الله يحافظهم إن شاء الله، اللي كانوا في هالباخرة ما ينضربها بعد من شوم العربية غير بعد مساكي عاد سالي تكشتون يتمشون. الله يسر أمورهم، لك وجهتهم وين ما ينضربها، لكن ما شاء الله الجماعة المتابعين ما قصروا، مليون صورة طرشوا لي من ملف الباخرة اللي اليوم الصبح بيحرك. يا يعني الله يحفظ اللي فيها. The name my breakfast? Florentine. Huh? Florentine. No, yes. What is it name? Florentine. Huh? اقول لكم هذا ابوي البيض ما يسمونه فلورنتين اكس فلورنتين، شيء لا صار ولا سوى، بيضه شيء مطبوخه بما روحها، هبمه فيه وحلاء مثل بوشت اكس، بوشت انزين، ويحطون فوقه صوص ويدخلونه في الفرن، والخبز اللي تحت روحه شرات قص الخمير لمفتوش طبجتين، وحاطين طبجه فيها بيضه والطبجه الثانيه فيها بيضه، وطعمه فنان. الباحث طلبته واليوم طلبته، وديتين الحين ثاني يوم اطلبه ورا بعض من كثر ما هو زين، بين البيضه والكريمه اللي فوق هاي وهذا والروتيه بعد سبانتش يدور، وهالطماط عاده لمن يرغب من الغبال. يلا شكرا جزيلا، طعمه فنان ورقم واحد. وهذا على فكره الصوديوم اللي تستعمل البوتاسيوم هذا على ما تشوفون. الباحة شربت من في الليل وريحني، واليوم حينها قالوا صبح ومساء لمدة 30 يوم، وعقب 30 يوم كل يوم خاشوقة واحدة الصبح أو في الليل، يستحسن في الليل قبل النوم يعني. يلا والحمد لله أبشركم أني بخير وسهالة وانقز على كراع، اللهم لك الحمد. أبوي اسمه مغنيسيوم، وأنا قلت بوتاسيوم، البوتاسيوم اللي يلقطونه في الحليب هذا لا، مغنيسيوم، مغنيسيوم هل تقولون ما قلت لكم؟ هي مغنيسيوم. يلا والله كان في خاطري ابوكم يكون نادي العين الغالب البارحة ويابين نتيجة تنزيل، لكن الحمد لله تعادل بعد مع عيال عمنا اهل السعودية، روحها انجاز، ولكن كنا نتمنى الفوز، لكن الله كتب نصيب. ودا الزبده اليوم كله بنفسج بنفسج، احتفال من البارحة مظهر ان اللبس من البارحة، حتى ها بالله هذا ها ماخذين لبس مخصوصة حتى شو يبينه ان شاء الله يبين لبس جديد بعد تحتها، ها كله لاجل انه العين يغلب البارحه، ما الله كتب انه يغلب، كم ما عليه ان شاء الله في يوم نحن بنسير لهم، الحين هم يونا تعادلنا وياهم يوم بنسير لهم ان شاء الله بغالبهم ان شاء الله. وخبرني عبد الرحمن محمد الكابتن بارك الله فيه، قال لي بعد شو اي تعادل ايجابي لصالح العين، يعني واحد واحد اثنين اثنين شو ابو محمد اي تعادل ايجابي بالنسبه للعين في السعوديه واحد واحد اثنين اثنين ثلاث ثلاثه العين يصعد
لأنه سجل خارج ملعبه. أيوة. من يتعادل 0-0. زين. يعني إن شاء الله يعني النتيجة الوحيدة اللي ما نتمناه هو فوز الهلال. إن شاء الله بك ما يفوزون الهلال. إيه. يا الله يا رب يا الله يا رب ما يفوزون الهلال. قول آمين. آمين. يا رب. عشان ما يكرهون نحين هل بالهلال. ليه هالهلال ما فريقنا. أوكي. ويا الله في مال الله. أقول لكم شوف الرجال هالي ورا هو يحرمته. طلبوا ويحرمته لو يار. اثنين خطفوا الحين نفس طلب يطالبين. تقولوا ما قلت لكم نفس طلب يجيب بالضبط. أختكي مثل أخي. يا الله يا الغيرة ما بلا عند جماعتنا حتى غارة وما الطلب زقروا قالوا يجيب لنا شرات اللي طالبنا هذا أخي العينابي. يا الشد أكثر لكن صدق الله هم طلبوا شرات. What's today اليوم؟ اليوم يوم هي. أيوة يا ركال. When again؟ اليوم يوم هي. اليوم يوم الهي. اليوم يوم الهي. يا بارك الله فيك. Thank you very much. What does that mean? It means good things. Today it means there is something. Still we, يعني it means still we are live. هي. الحمد لله. Thank you. يا ركال. اللي تو طرش لي صورة البيكلو ها توني دردع لي اثنين واحد شد شله وهذا الثاني اثنين دردعت من صباح الله خير وكالعادة آخر واحد بيظهر من المطعم أنا آخر واحد بيظهر من المطعم أنا ها شوفوا عاد القلاصات يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام زين أقولكم عاد ليش أنا أظهر آخر واحد thank you هم بيصيرون عند الكونسيرج ويتفقون وين بيصيرون المحلات يرسون يكتبون في أوراق وما أدري شو مثل ما قلت لكم أنا أبوي أي وقت سمت وهم أبوي يصيرون وأنا أبوي لا همك الله ولا هم يحزنون لا كلمت نعوية ولا مستظلة وشي خصني أي لسبوي أربط راسي بلي ويع يظهر المكان اللي أشور عليهم به مبغاوي ولا مبزين أوهج عمري لا والله خل أبوي شور شورهم والرأي رايهم هلا هلا good morning good morning good morning good morning friend ما أقولكم حليل هم مازينهم ما خيرهم هي والله ما حد يخاطف كانهم لما يتخت كانهم يعني اللي يتريوني يعني محبسين لي محبسين متى بظهر من أخط ولا كل حد ظنكم يباغمون عليه هلو هلو ولا حسب إن اللون البنفسجي أضحي كل أبوي يحبون اللون البنفسجي كلهم خيب بفاتح تلفوني زين يلا برأيكم عاد ولا يرويكم شيء ها على ما تشوفون هذا أبوي مسواي لهم رصيف طوله طور وعرض عرض كل من الحطب لو في بقعتين ثانية يقولوا أبوي الحطب ما يحطونه قرب البحر بيمتخر لا أبوي لا يمتخرها ما امتخر من قبل مليون سنة حاطينه وما امتخر وحتى اللي تحتها ظني العمدان من حديد كانهن ولا خرسان هي ولا اللي فوق اللي حطب حط صبحكم الله بالخير وضربنا هذا شو اسم الشركة اللي يطلبون منها السيارة أوبر ويانا الحبيب سايرين إن شاء الله ورد أدرس بدينتون هناك هي اسواق ابو اسواق يعني سفارة away from here how long 16 minutes 16 دقيقه يا ركا thank you what's your good name name my name John this is Mr. John thank you Mr. John هلا ما تشوفون وصلنا المنطقة هذا تقريبا 10 دقائق الطريق لغير لفت انتباهي البويتات هاللي تشوفونها شيء جميل هالبويتات هاويات والله يا زلي كنت بصور هنا كم هالبويتات شغاقة ظني فوق وتحت ثلاثة ادوار بيسمنت
هذا شوفوا بيت واحد ثلاث ادوار تحت هذني المطابخ وفوق ميلس وغرفة ضيوف وحرمة حق وغرفة حق يدتهم بعد فقيرة حاطينها وياهم وفوق عاد متبيتين متخلي بعمارهم الريل ويا حرمته وهذا بعد الطرف الثاني أنا ما تشوفه وين ما تصير شيء مكان مال ريوق هاي أساس كافيهات خاري خصوصي للريوق أشياءهم كلها مميزة يعني أكلهم فنان وخفيف ويوهم روحة تشرح الخاطر ناس طيبة وخيرين هاي أظني سايراتي عزن شنها لابسات بنتين لابسات أهدوهد واللي أسعت في العدة ظنكم أظني في العدة هن لابسات أسود بنتين لابسات سود بنتين لابسات لون أسود هي حليلهن في العدة بنتين ماخذين إخوان اثنين الله يسلم وسايرين إخوانهم سايرين اليبل تزلقون ما أدري شو نشيت طالع الله يحفظكم ونقصبهم هذا مال التزلج هي بنتين هن ماخذات اخوان ونقصبهم مال التزلج وما توبحينهم واحد منهم الحقه وعريه يا غالي يوم وصل المستشفى شد وقف القلب والحمد لله يلسن الحين بنتين عاشات في بيت واحد هاي واحدة منها تربي بنيه والثاني ما الله راد لها من العيال ما الله راد لها عيال من اخوه وبس تم على بنتينهم مكان بعض في بيت واحد الحين ياسات في العدة بنتينهن الحين ما يندر كم خطاب كم باجي عليهم من العدة أو اللي بتخبرهن وخيلت الله يفتش حيرة حيرة كل مسلم يا رب العالمين خطف خطف كم ما خطف يدي أقول ها شوف وين ما تصير وانت تمشي كل حد بوي في طرف بيته متجر بكيكيب مسوي دكيكين ولا مسوي انه مال ريوق ها شوفوا هاي البويتات ما زينهن الحين حتى انا امشي في نص الفريج على ما قالوا هالحياة في نص الفركان هاي الفركان مالهم اقولكم الحمد لله من استعملت هذا الفيتامين اللي خبرتكم عنه المغنيسيوم اللهم لك الحمد وايد زين يعني من البارحة باليوم فرق 180 درجة يعني الوريم اللي في تبانة رويلاتي أقول شو التبانة قادي تحرها أطبانة قادي من كبرها وريم والحمد لله بشركم اني بخير لا والله هذا ضروري كم تستعملونه يلي الرياضيين واللي يمشون وظاهر سنين أنا تبابين ريولي بنتينهم ساعات والله يبوكني أكون راقد وشيق بضني بتبابين ريولي ويلس عوي يا غير ذيب نعم من سنين يجيني يا غير ما فكرت انه من سبب هذا ويصير ويرد علي ويوم يجيني يقبض شي 10 دقائق ربع ساعة يعفدني مرقادي اقولكم يا غير مهمل انه يقف في خاطري شيء عادي يعني مش لازم اني اهتم في الموضوع هذا لا يعني انا يعني ما يزقرني الصفير او اني ما اركز على الشيء العادي يعني اللي كان شيء شايد اركز عليه المراد يوم عاد الحين عاد ثرى ابويه مع الطوايل يزيد الحين تقبضن لريول مره التبابين نشيت الحين يوم رمستها مار الصيدلي قال ابوي تقاسر انك هذا الشيء هبل اول بعد يوم خبرتكم انتم هل بالسناب وكل حد نعتيه كان 99% منهم ما شاء الله عليهم قالوا لي بويه عليك بهذا البوتاسيوم انت هل بوتاسيوم اللي خبرتكم به ها شو ها فندال كان فندال شكله يقول فندال هذا المغنيسيوم ها يوم قالوا المغنيسيوم سألت راعي الصيدلي قال 100% الكلام اللي خبروك عنه ربع كايل هل بالسناب أبوي 100% صحيح والله أعطاني منه والحمد لله الأمور طيبة
يلا بس عليكم هذا برمسوا اربعتي شوي نقول لكم. شوف الله عليكم ما زين هلا هالفريج اللي نحن نمشي ها. هاي في صعد علاوه ها. شوف الله عليكم ما زين بويتاتهم حليلهم حليلهم ها. هذا اللي خطفوا هل بالبلدية شوف ها المكان اللي عليه طريرات ها بيون عاد هل بالبلدية ها بيشلونه بيعدلونه مالي قدام حوية كل حد قدام حوية شي طر ولا شياته. هل بالبيت هذا الله يسلمكم أبوهم كان يشتغل أول في دبي كان أبوي مدير بنك وعقب يا الله يسلمكم قاعدوا وصار كمل حطوا مستشار في أبوظبي وكمل تقريبا 5-6 سنين ورد أبوي عقب شل حرمته وعياله وردوا بلادهم استراليا الأول ساكنين في ملبورن وحرمته من سيدني يوم أبوي وصلوا ملبورن ويلسوا وبنوا وعدلوا نشت أبوي قطع تكيت ونشت أبوي اللم ويابة عييلها وردوا في بيتهم هاللي توني صورت لكم إياه وصبقوا وعدلوا وتوهم جايين إحنا من 3 أيام وقعوا العقد مع المشترى اشتروا البيت وعدلوا وأشوفهم ياسين يزينون حليلهم. يلا بس عليكم من التهدريب اللي ما يوجه شيء من شرق وشيء من غرب ضربة فيك وضربة في مصريك بس عليكم ما تعيزون ها سد كل شيء الفندال ها وين مزروع وين ما تصد زارعين فندال فندال عندهم شيء مقدس ها كل ابوي فندال هب هذا اللي احتوي خطفت عنه هناك ما زين الا هالبويتات عايبني شيء واصور لكم اياه واللي ما بعايبني ابوي ما بلازم تطالعون زين شو اسوي غمضني اني اطالع شيء ولا ارويكم غميضة يعني اني انا روحي استمتع حد من العرب وده يتفرج اللي يبي يتفرج واللي ما يبي عليه الرب حافظ سوي سكيب هاي يسمون سكيب دق دق وهبدا ويخطف اللي ما يبي هذه كنيسة كانها ولا دار هكا ولا وزارة كانها شيء من القبيل شو بقول لكم كل زين وكل غاوي وكل فنان يلا برايكم هذا كل شوارعهم اللي موجوده في البلاد اللي انا فيها مسمينهم بسامي شوارع لندن مثلا هذا الشارع اسمه شارع اكسفورد وما ادري شو هناك ما ادري شو كل اسامي لندن موجودات على القرى وعلى المدن وعلى الشوارع كلهن ما واحد عن الثاني هي والله بلادهم والله الا فنانه فنانة وغاوي ولا شيء شرفته أقولكم الساعة اللي خلاني التفت للمحل هذا مال الفساتين طريقة العرض غريبة قلت ليش ما تخبر باب الفضول دقيت جرس بعد ما باب محلها باب ما بطلق تعال وايج لا لازم بعد دقيت جرس دخلت وخدت لي لفة قالت لا ممنوع حدي قلت هاش حقه قالت أبوي أنا عندي موعد الساعة 2 بيوني شراية ما اريد حد يكون موجود عندي قلت زين بس بلقي نظره بشوف الاسعار يوم سالت على الاسعار اقل فستان عندها $20,000 اقل فستان هذا ما يصير بجي ترى ابوي ما تبيع بعد تاخذ تشوف انت الموديل اللي انت تباه وتخدمه وتصنع لك اياه وتسوي له ما ادري شو تصميم وديزاين حق شروحك انت اللي جاي طالعين هل جيب لا والله ما تقص الا سمي اللي عنده ما شيء مشكله كل الناس العاديين ما بيعومون ابوي على الشيء هذا خلاني بالغ انا يعني بالصدفه اللي شفت المحل ولفت انتباهي يعني على هالاساس سالت والله اشياءهم غاوي للي عارف لها يعني يا ربي كم زعلان علي رواعي السعودي ريايل وحريم عاد والله ما ادري انك نيم مكتوب بس جميع المسجات ليش يا خالد بنبتدي نزعل منك تبى تزعلنا
ليش تقول انه ان شاء الله العين يغلب الهلال؟ لازم ان شاء الله ان بلادي. عجيب سالفه، معلوم ان شاء الله يبوكم انتم تغلبون، لك ما تغلبونا، غلبوا الناس اللي من غير. نحن ليش تغلبونا؟ لا تغلبونا ولا عندكم خبر، غلبوا العرب ليه من غير؟ نحن ابوي ما خصكم فينا ان شاء الله، ما تغلبونا لا انتم ولا غيركم. هي نعم بعد صوركم تغلبونا. يلا بالستر ما يستوي ابوي. لا 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 لا, لا. غلبوا ابوي وين تبون غلبوا. اصور لكم القبضه مالت الباب عيبتني، صلابيخ كنكري ها انا ما تشوفون شو شيء غريب. اي والله انا نحن زعلنا منك، اللي بيزعل هك والدر ما يهون علي يزعلكم. يعني يقولهم اليوم نتمنى فوز الاهلي السعودي على فريق بيروزي الايراني. محمد يعني اليوم نتمنى فريق الاهلي السعودي يفوز على بيروزي الايراني. ايوه كلنا ويا الاهلي اليوم. ايوه يعني نحن اليوم مع السعوديه. نعم ضد الايراني اكيد. ها شفت ايش قايل؟ انما ويا السعودي ضد الاماراتي ما يستوي. ابوي بارك الله فيكم. لا 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 ليس قبول ابدا، تأبى المروءه ما يستوي. ابوي تاكل بيت ريلها وتدعي لمطلقها ما يستوي، تاكل بيت الريل تدعي للريل، يوم بتطلق وبصير عند الريل الجديد. هات الساعة ابوي على هواها، انما تاكل بيت الريل تدعي للمطلق ما يستوي. بارك الله فيكم. يلا يلا الله يحفظكم، ان شاء الله تغلبون هالفارس اليوم. يلا يا رب. وتدتشونهم ابوي 13 واحد واحد بعد، عطوهم واحد مساكين فقارة بعد مسنين، عطوهم واحد. يلا وهذا الشوارع اللي تشوفونه كل ابوي خيايط، كل خيايط. شوف خيايطهم مبنحن، ها كل خيايط، ها كل على ما تبون كلهن ابوي خيايط. خيايط وين ما تصير، كل وحده ابوي مسويت لها خياط في طرف بيته. لا والله واجهه البيت كل خيايط من داخل ابوي البيوت. ما زين لقصه الشعر مسوي راس مفحح. يلا برايكم اللي يدفعك اثناء التجوال وانت تمشي لقيت كوفي تطلب لك واحد سترونج بكيلو وتجلس ابوي على الطرف وتشوف العالم والعالم تشوفك. يعني هاي روحها متعه، يعني متعه انك تجلس. يعني شيء وايد جميل انك تغني تكتشف اشياء ما ساير للمكان الفلاني ولا جاي من المكان الفلاني. لا تصير مكان وتجلس تتخش تدخل تخني خيشات مثل هاللي تشوفون هنا. هذا ابدا لا كان على البال ولا كان على الخاطر ان نحن نجي هالمكان ونشوف هالاماكن الحلوه ونجلس ويا هالعرب الفقاره الناس زينين. يعني سبحانك يا ربي شو بيوتهم بويتات، ها شو الاشجار، شو الدنيا، ها شيء حلو يعني ما شاء الله. يعني كأنك جالس في فريج ناس انت عرفهم من سنين. انا اشبه لكم البلاد هذه شارات مثل لندن لكن ما بمثل، يعني شارات لندن لكن على اكبر. لندن مثلا الرقي والنظافه والشيء الزين كله في المناطق هاي اللي فيه وين ماي فير ما ماي فير وين هاردز والمناطق هذه. في سيدني ومالبورن كلها المناطق شارات ماي فير، نفس الرقي ونفس النظافة. بالعكس المكان اللي نحن فيه هذا بنيانهم مبحبح، يعني تحرى لمسة عربية فيه، عاطينهم الكواليتي مال العرب، الحجر كبار بالبيوت بالحويات ومزارعهم ميدورة. شو بقولكم أشياءهم رقم واحد، حتى تدري وليتهم فنانين يبتسمون ويضحكون وعندك ودونك طالع. الا نحن نعاد اللي حتى نرويكم اياه شويه فيه من الوغاده، شيء بسيط لا يذكر. يعني جيتك عم ما تقول ما جيتك، بهانس ريحه وغاده. يلا برايك بنامس خلاص. سلينا من هالبقع اللي كنا فيها حين ما يدرى وين سايرين، برد رمسكم. هذا نفقه على ما تشوفونه. ابدا كانك داخل بيت وهو على تكاليف نفقه. شوفوا 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 الفن، شوفوا الفن. بسم الله على الفكرة. والحديقة هاي اسمها الهايد بارك عندهم بعد، لكن ما بحجم الهايد بارك هذاك اللي عنده في لندن، يعني تقريبا ربع ربع أظني.
لكن اسمها الهايد بارك، وهذا مدفع الملكة. وينه؟ اي والله توني صورت ما يبين الشمس ضارب في عيني. هاك البنيان كان مكبرة ما ادري شو مكتوب، فنادق كانها ما ادري شو. والله شو بقول لهم، شيء والله عظيم، شيء عظيم هالبلاد تبارك الرحمن. بس عليك نحن وصلنا عاد الحين عين الماء، منطقة المولات والاسواق والعمران والدنيا على ما تشوفون كلها بوي مولات، مولات وضوضاء والعالم خلق الله ما خلق. اعتقد 90% من هالمحلات كلها ماركات، يعني اكو غوتشي وغوتشي برادا، كلها الدنيا بوي، كل من الغلاية محلات الغالية. ما صورت لي من مدة طويلة، يعني يمكن الحين من ساعة ما صورت زيادة شوي ولو قصرت شوي، السبب انه ما في شيء جديد. يعني ردينا، مش قضية ما في شيء جديد، ردينا نفس المكان اللي انا مصور فيه البارحة، فلذلك ما فضلت اني اصور لان بيكون كل شيء مكرر، غير الرمس مش مكررة، لكن تقريبا المواضيع مكررة. شو رايكم؟ بس عليكم اليوم تصوير. اي والله الحين يوم نحن نصور في الليل تشوفون نهار ثاني، ما نهار ثاني تشوفون نهار ثالث، يعني كل ابوي دنيا ماشيه بالتخلاف. فلذلك انا افكر اني يعني بس عليكم التصوير، بس عليكم الرمز اني موضوع وشفت شيء ملفت للنظر فكان طيب، وان شفت ابوي هلا الامور ما مثل ما هي مثل ما كانت عليه فما له داعي التصوير. ابوي عندكم هاي حين الملكة فيكتوريا، هذا ابوي قصرها، هذا كان قصرها قبل هكذا سنة ما اتذكر كم زين، وهذا قبرها، هذا قصرها وهذا قبرها. يوم يقول لك المقولة هاي مقيولة اكثر من هكذا سنة، مقيولة في هذا الحدث، هذا قصرها وهذا قبرها. سبحانك يا رب، هذا الاوليين ابوي ما خلوا للتاليين. حليل حليل عزمة الأرسومها عند الله رحمة الله عليه. سامحينا سامحينا يا فيكتوريا، سامحينا إلى الله غفلت إن شاء الله، رحمت رحمت. يقولون شيء لها بعد غرفة داخل مسوين منظرها أو هيكلها كمال شمع اللي في مدام توسو في لندن، وعصيها ودنياها وخروشانها وكل سامانها موجود. يقول لك يا غير ما اعتقد ان المعلومه دقيقه ولا صحيحه، يعني يقال الكلام هذا يا غير انا ما عندي خبر وكاد عنه، وما في يصير داخل اسال تونا. تعرفون هذا شو هذا المبنى اللي البارح قلت لكم عنه اللي شابه هارد وهو ما بهارد، هو هذا ابوي ترى قصر فيكتوريا كان يدت انت يا اليزابيث، يدت اليزابيث ما ادري يدت حدو يقوم يروم يمشي من صباح الخير لنا الحين، ما شاء الله علينا من هاي الساعة لنا الحين الساعة 11:30 ظهرين أظني، الساعة كم؟ الساعة 5:00 أي والله 5:00 الحين برد، الحين جينا بنوصل الفندق مشاي بنوصل أبوي بنعيمنا الله خير بنعق ثيابنا بنتمسح بنصلي برد بنظهر بنظهر عاد حق غداء، إن هو غداء هو عشاء، هو غداها هو عشاها، أو أنت غدا في مطعم ما سيفود اليوم، قلت لهم أبوي متهلعين على سيفود ما كلنا سمك من زمان، قالوا إن شاء الله.
لا لا تعلم الحين وحين سايرين وافيكم السجدات هذا وايد حلو المشي المشي وهالجو الفنان مفروض من الواحد ما يركب سيارة أبدا ما يستعمل سيارة حتى لو 5 كيلو 8 10 15 كيلو حتى لين 20 وايد حلو المشي مني طل جربي إلى وتهضم هذا السقم اللي الواحد كلته أنا لا خليت تشيز كيك ولا خليت طحنت الزمان ما خليت شيء ما طحنته هي والله وخيبة أنا بخذ أبوي مصباح منخرط خلق الله خفت على يمين وعلى يساري زين الحين هذا قريب نوصل بحر كان يعني شيء منظر قهوي شيء فنان بصور لكم ما يعني شيء فنان ولا ما بيد الحين ليش انا وقفت الحين هني اصور لكم شيء شفته ها بيبات بنفسجيات حتى البيبات اللي بيحطوا تدرون هالطريق الحين كله هذا لان احنا مشينا في المكان هذا كله بيسوون قطار قطار مال مشاه هب مال مشاه ترام مثل في دبي مثل في لندن مثل في مكان لا والله لندن تعال ما فيها لندن ما فيها ترام فيها اندر جراوند شارع الترام اللي في دبي هذا الشارع كم مطول بطوله من اوله لين اخره ما شفت الطريق مسكر خدمونا رجال هات لي خبرني سألته وقال لي مشروع ترامو منه خضرة وين ما تسيها شوف لوحات جمالية كل لوحة أحلى عن الثانية شيء جميل تحت السور تحت البنيان في البلكونات وين ما تسير منظر كل منظر أجمل عن الثاني ها كل شيء ها كل شيء كل شيء وكل شيء غير عن الثاني إيه والله بلاد عليها رضوان من الله هذا الحين وصلنا جري في البحر بننزل البحر بنخف تلوم وين تعرفون الدرج اللي أمسينا فيه اللي فيه الأكواخ الدكاكين السوق القديم ما أدري شو القرية القديمة هذا مخطط طريقي وحين قريب وبنوصل الفندق يعني يمكن أظني باقي 5 دقائق مشي هذا أوتيل ها ما بالله أوتيلات كلها غلاية حتى الأوتيلات الصغيرة فنانة شو الجسر الحين هذا شوفوا الجسر هذا والأوتيل هذا توري صورت لكم إياه وديك لين الممر هذا يظهرك على البحر من البحر تعبت تي من ورا 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 يظهرك على فندقنا وهذا الطريق الثاني يظهرك عاد على وين نتريق كل يوم وهذا لا هذا يظهرك بوي على الشارع على ما تشوفون ها ها, ها. شارع طوله طول وعرض عرض محلات مال مجوهرات وكافيهات ومال كنادير ومال ثياب ومال قمصان وبناطيل وين ما تشتهي النفس جوهر وين ما تصد اشياء حلوه جميله وين ها سيده هي فندقنا على كليمين شفتوا الجسر هذاك شو واللي هذاك اللي تشوفون العريش العرش اللي فوق اللي غير سيارات جسر المقطع مال ابو ظبي هاك اللي فوق مره تشوفوه هاك العلاوه والله بخبركم وضع على التفازير وين متفازر ندوكم مهب العود دوخ رايقت النبوي حرمته بدوخ ظهر خاري العين ما شافك قالت له اظهر خاري ولا تيلس عندي ولا اريد اشاهدك ريحك كله زقاره ريج اضل عنك يا ابو بطل سر خاري فوق السطح مره فوق الوارش لا عاد اشوفك الدوخته عند صغاريه وراغته وحين كل يوم دند عليه من هذاك الان الى الان كل يوم يومي بيدوخ فقير صار فوق على هالحاله حتى عيوني ابوك ضرب حشرات اللحح من كثر ما يطالع السماء حليل حليل والله العظيم انه امور to meet you you likewise and you are from Arman ما شاء الله but you speak good Arabic لا ليش شوي زين زين شكرا جزيلا على كل شيء على حسب الضيافه
دخلنا محل هني مال مجوهرات ما شاء الله عليه، هاي حرمة أرمنية وتتكلم عربي وزينة وفنان ورقم واحد. وتقول راح رحتي أبو ظبي ودبي؟ إيه مزبوط، أبو ظبي ودبي. عجبك؟ كتير. الحمد لله. كتير. أبو ظبي. أبو ظبي ودبي والإمارات كلها أبوي تحبكم أنت وتحب الناس كلها. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. مع السلامة. هلي هاي صاحبة مجوهرات. خير وأخلاقها زينة وطيبة وودية وأرمنية. وشوف ليه بيطيب الناس بتطيب له، واللي بيستكلب والله يا غير الواد تضربه بشبلي على خمرة راسه. هنا مدامك ما تطيب الناس كلها من تحسن أخلاقك وتعدل أخلاقك الناس كلها بتفرح بك، بتستقبل أخير استقبال، بترمس الياض بترمس الفنانة. يا غير يوم بتغني ترمس الواد من طرف خشمك وتمشي وانت في خيلاء ولا تعرف عمرك. زي كيختني كيف يعني الواحد يعني بيحترم ابوي لادمي ما يحترم الا الانسان الطيب. ونحن اللهم لك الحمد شعب طيب، شعب طيب على هالاساس وين ما تصير كلني هادي ابنه، كلني هادي ابنه يا حافظ الله علينا. يا سلام سلم. شو اقول هذا الشارحه وين ما تصير كافيهات ودكاكين ومطاعم. شو بقول لكم بلاد بلاد عليها رضوان من الله، بلاد والله. يلا برايكم شباب ابوي ساروا من طريق الباب الرئيسي وانا ابوي سرقت عبري في النص الحين ما يدروب بي هنا. انا خايرت جيت اطيج هذا هذا فني تغنى يس وابوي الدنيا كلها فندقنا ما زين ما زين له فندقنا. هاي موقف الفندق اللي عليه رضوان. ها الصبح هذا وين كنا متريجين عند هالجامع مشاهديها منظر القاوي. شوفوا والله عليكم شوفوا الغروب على الحجاز اللي فوق الطرفانيات هاي اللي فوق مهات قوس كلهن سويتات من اول بادي لين وانت سايلين هذا وليه تحتن ابوي يحجر العاديات. جرنا نحن هاي دريشتي طلقه ما سكرها انا لا ليل ولا من ابوي دريو المصري ومن اشتلينا من فندقنا لين وصلنا وهو هذربان الواحد. شوف الرياضيين ما شاء الله عليهم لبنوا لا ليل ولا نهار. نحن ابوي فندقنا شفتوا الجسر هذاك جسر المقطع مسمينه جسر المقطع انا عند جسر المقطع ولف ابنه من ورا الخور وما ادري كم نفق وكم مكان وكم طريق ويابنا هذا الحين ابوي المطعم اللي احنا جايين نتعشى فيه هو غدا وهو عشاء بلاد من كبره. شو اسمه ما اعرف لكن مكتوب عليه 21 جنة. هذا كله هو فندق مطعم واحد بلاد من كبره بلاد مره على الفرضه مره كان مرة هناك على البحر وما أدري شو شيء كبير ضخم شو اسمه ما أعرفه وهو مال سي فود يعني مال مأكولات بحرية يعني. هذا الشارع كله هذا شو هني مطاعم بيوت والله ما أعرف شو غير هذا فندق لأن هذاك الطرف اللي منك وهذا الطرف الثاني وهذا المدخل ماله. شيء فنان يعني فخم والله شكله فخم فخم. شوف المطعم فخم ها على ما تشوفون مرة المطبخ في نط المطعم هاي طلبي أنا هذا كافيار. This is caviar. With... This is Yasali caviar from Dubai. هي Dubai. Caviar from Dubai. Yes. ما شاء الله عمار ويا دار طيبين. With the fresh egg yolk and Dutch pancakes. Dutch and this one. This is our soft shell hand roll with flying fish roe, avocado, and a bit of fresh pickle wasabi. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. حافظ الله عليك يا دبي اسميك يا دبي ما شاء الله قوريج تصدرين ابوي الكافيار من دبي لين استراليا. هذا عاده خصوصي وهذا يخدمونه لهذا. يلا
لكم هذا القبقوق سوفت شيل، هذا نوع من انواع القبقوق، القرف ماله القروف ما يقدم اغلاق يعني شرات الحصى، لا له سيزن معين وقت معين يتمشي رخو فيخدمونه هو ويقرفه فيغدي نعيم لبيب يعني مره. هذا في وقت من الاوقات الموسم ماله يظهر بدون قرف شي شرات من انواع الرخويات، وقبقوب يظهر بالملايين في موسمه شي فنان. وهذا اللي تشوفونه الخضر الغامج هذا الشرات الورقه، هذا نوع من انواع الله يسلمكم السيدز الطحالب البحريه، فيلفونه هذا كله يكودونه وينكل عادي يلف يتقطع هذا ويا هذا ينكل. يلا شكرا جزيلا، المطعم فنان وروعه. شبك مطبخكم، مطبخكم رقم واحد، ها يمكن 5 أو 6 طبابيخ يطبخون حق لك ادمي، والطبق الرئيسي عندهم قبقوق من الكبار. هذا المطعم ما تاكل شبه مال تاكل يعني شي ما تجلس وياهم المغرب لنص الليل، كل دقيقة يابولك شيء. نحن ابوي نبقى خراطنا كلي نحط مرة واحدة ناكل ونستل. هذا يابول كفيار وايد حلو، وهذا كيف بعد اللي شي الكور هالمدورات شرات البقار، هذا ما احتاج مع الكافيار، وهذا اكله بعد من غير بعد شوف اقول لكم اكلهم وايد فنان. لان الحين المقدمات هاي الستارتر، الستارتر في منتهى الروعه، الاطباق الرئيسيه بعد ما يابوها لان الحين يعني ما يصلح حق الناس العاديين، يصلح حق ناس حل بالاتيكيت. المطعم هذا مطعم وايد اتيكيت زياده عن اللزوم، يعني هو البار في هذا المطعم الايطالي، والمطعم هذا فلاينج فيش، يعني هاي الاثنين ما بمال يلسة عادية، مال يلسة مال ناس يعني متمدنين زيادة على اللزوم، ما بمال مطعم تي وانتي وعان، لا مال يوع، لا تي وانت بلاي يوع يعني يكون يوعك والله هنا يعني اللي عام ما يجي هالمكان ما يمزل البطن أكلهم. يلا رايك هذا الاسكرب مالي تعيدون عيبني ودوم اطلبه، هذا ما يجيبونه الا من المحيطات، وهذا عاد ما بقبقوب، هذا ابن عم القبقوب ربيان من الكبار يا غير فصيله تقار جريم القبقوب، ومسوينه ريحته شراب حموس، مسوينه شراب جليه الناشف مال الهنود يعني، وريحته مثل طباخ الهنود، وخنين رقم واحد. يلا برايك معاك حليل لكم انتو ابوية، انتو الحين بتغدون ونحن ابو ياسين تعشى بعد ساعة ساعة ونص، ابوي بنحط روسنا بنرقد وانتو بعدكم ابوي لا قيلتوا ولا ياكم غير ولا صليت المغرب ولا صليت العشاء، يوم الحين ابوي بنش مرقاد انتو توكم بترقدون. والله يا ابوكم ما كذا بيسمها بلاد الواق الواق، والله يا ابوكم هاي بلاد واق الواق، هذه اقولكم الحين كم صحن بصحن يابو؟ مليون صحن، لكن منو شبع؟ ما حد شبع ابوي، ها وهي الحين بعدها لين الحين تساوق يمين الصحون، ها ها تساوق صحون، ها هي لبيس مساوق صحون وش الكب؟ وكل دقيقه تجيب شيء، لكن ابوي بعد منو بتزر بطن؟ المطاعم اللي هالنمونه ما بمال حشو بطن، ما تطمش على الاكل وبس وتظهر. The name for my dish؟ جون دوري. جون دوري؟ هذا ابوي صح طلبي هنا. اسمه جون دوري. اسميك؟ غير رمونة. شيء ولايتي ريحته خنينة والله لين حينه. أكيد الحمدته تعرفه. هذا حق وشغل فنان رقم واحد. أنا اللي أصوره اللي أنا باكله مالي. تبعي أنا صورة تبعي غير بيها ما يخصني، ما شاء الله الطاولة مريودة ليه الحينها غير أنا ما سجل إلا مالي، أنا اللي باكله سجله لأن أبدي رأي طلبي روح هنا عارفه روح طالبنا. يلا يلا
التقرير باختصار ان كل اللي انا اكلته في هالمطعم ما يخص باي اكل في الدنيا العودة، يعني يمتازوا روحهم في هالطبخ، طريقة التقديم وطريقة الاكل وطعم الاكل روحه، كل شيء مفنودين فيه، كل شيء يمتازون فيه، يعني طريقة التقديم بالحل سمكة روحه اللي طعمه غريب، هالسمكة اللي انا اكلت منه والقبوب وما ادري شو وما ادري شو، يعني كل شيء اخير عن الثاني، ما اكلت انا هالنمونه اكل في كل مكان شفتوني، مثل الاكل هذا انا ما اكلت شراتي، يعني يمكن يمتازون طعمه، طعمه مميز عندهم، شيء اكلت في كل البلاد، غير الاكل في هالمطعم روحه لطعم غير، يعني ما بينه ما شيء خير عنه، يا غير من الاخير من المطاعم اللي ارومي ودي ثاني وثالث ورابع وخامس، وانصح كل اللي احبهم باللي للمطعم هذا، هالمطعم يستاهل حد يعني من اللي بيون سدني، لكن ضروري ما يكون حريم ويهال ما ادري شو، لا حريال ويا حرمت اربع كنفار شباب رجال اعمال ثلاثه اربعه، هي يعني مش مبمال اكيله، مبمال ناس اكيله يعني تهرضم يبون شبعه بطن، انا الحين طلبت اربع صحون كلهن ميندش الصحون الرئيسيه، ولا كاني كلت شفتوا السميكه هالكبير وياي يعني. هذا وين قالت لي هذا لارج دش صحن عود، زاقت يوم شافتني اطلب هالكثر، قلت انت هيبي ترى اعرف شو عندكم انتم، هم يقدرون من الضبار يا عيال الحلال، لكن كله زين وكله فنان اللهم لك الحمد. تدرون المطعم خلم العرب؟ ها ما حد الا نحن، اي والله فاضي. قانونهم ياكلون ابوي هالبلاد من المغرب من الساعه 7 من 6 لين 8:30، ونحن الحين جالسين 9:30 مسكرين بيسكرون المطعم، يا غير التريون الحين بس طلبنا الحساب الحين بنشتري، والله طلبت ربع الحلاوه بعد اليوم كلت، خلاص ترى باكل بسيط بضبي ان شاء الله من عندها ما باكل لا حلاوه ولا همك الله ولا هم يحزنون، برد على رجيمي الاولي اذا الله جعلنا من حيين، يلا رايكم. Thank you very much. A pleasure. Your food delicious. Excellent. Believe me. Perfect. Very good. I'm so happy you enjoyed it. Wallah, I'm not joking. No. If there is anything not good, I will say to you. But believe me, nothing is not good. Everything is perfect. I'm very happy. Thank you very much. You're very well. لين آخر لحظة وأنا أتشكرها عند الباب. وكلها تقول مبسوطين إنكم جيتونا وأنتم زينين وما أدري شو من هالكلام كله. جزاها الله خير. حرمتن طيبة وفنانة هي، وهالمطبخ هذا المطعم مال ريال ويا حرمته متشاركين شراكة، ومسويها مطعم العود كم مكبرها اللي تشوفونه شوف كم مكبرها، 3 أدوار ترى أهلي اليوم عادي، لأن يوم عادي من الأسبوع فلذلك فاتحين بس الدور اللي تحت، ولباجي الأيام الأسبوع الويكند يعني في الإجازة يفتحون هن 3 أدوار، ويجيبون الطبابيخ الباجين، الطبابيخ عاد الحين رخصينهم، يجيبونهم الخميس والجمعة والسبت والأحد، 4 أيام في الأسبوع يجيبون الطبابيخ اللي عندهم كلهم، باجي الأيام رخصوهم، يا غير أظن يمشون معاشاتهم تمشي. أنا بعدني لو ياس وياهم ما عرفت هالمعلومات. جرت تخمين لكن أتوقع أن تخميني صحيح، يعني ما أظني أنا أكون غلطان، لكن أظني بيخلون طبابيخ وهم ما يشتغلون ما يبونهم، يعني قيس اللي ما يبذلون عليهم ما حب يدي معاشات بلي ما يكون عليهم طلب لوشياته. زين ترى الحين طلبنا السيارة هاي مال أوبر تينا تودينا الفندق، والله شو بقولكم يعني الحين تأكدت اني شبعت لاني طلبت كيك واسكريم اخر شيء، هي خربانة بعشو خربانة حرير اسأل فضاء مرة ظهري البحر بعد لا شيء حديد يبودني ولا شيء، بسم الله اقولكم هي خربانة تلا ولا يبات اليوم اخر يوم، بس خلاص من باكر من رد بوظبي خلاص الرجيم بيرد الرجيم الاولي، يعني ما شيء لعبه خلاص. السلام عليكم. You are not speak English? Arabic?
I'm not Arabic, man. شوف انت والله تحريتك عربي. والله يا ابوك اني تحريتك عربي. وخل ابوي. كل الشكر والتقدير، كل الشكر والتقدير لمعالي الدكتور عبيد الكتبي بياض الويه. مشكور يا دكتور وما قصرت، مشكور يا معالي الدكتور سفيرنا في استراليا. يعني الله يطول بعمرك ويحفظك، وما كان لداعي هالعبالة كلها، عبلتوا على عماركم وغدالك ويهي قبص بعين يوم جيت وشفت هالشي مكود عندي في حجرتي. مشكورين وما قصرت، وانتوا ناس راقيين ومن بلد راقي وهالأصول، وما تقصرون في الزوار. وكان هم ابويه تبع رواد تواصل اجتماعي ولا طلبة ولا المواطنين، كل من تركضون لحفة ونعل. بارك الله فيكم، مشكورين وما قصرتوا. معالي السفير الدكتور عبيد، كان في خاطري اوصلكم السفاره لونكم لون بقعكم جريبه، لكن من دنبرا هي العاصمه، كانها دنبرا هي، لين سدري 3 ساعات بالسياره ونص ساعه بالطياره بعيد. ولا في خاطري اي اسلم عليكم، اسلم على اعضاء السفاره ولي في السفاره ولي عم ليش اشتغلوا في السفاره والموظفين والموظفات. ان شاء الله اذا كان في العمر بده الجايات اكثر عن الرايحات، ومدام في العمر بده بتسوي لنا ييه بدال المره 10. ابوي هاي دولتنا الصغيره خارج الدوله، هاي الدوله سفارتنا في استراليا عباره دولتنا خارج الدوله. هي نعم، هاي يعني قطع من ارضنا في استراليا، هاي لنا نحن ننتمي لها السفارة. ما بالله لكم انتو، ما بالله حق السفير والسفارة والموظفين في السفارة، لا هاي حين تازم وبيقطع إلنا فيها مثل ما انتو لكم. يعني الله يحفظكم، وبياض الويه حطوا الشخص المناسب في المكان المناسب. يعني الله يطول بعمرك يا معالي الدكتور ويحافظك ويطول بعمرك، وسلم على الجماعة ليه عندكم كلهم مرة مرة، لا تخصون حد، لين حتى قيس الدريولية بعد سلموا عليهم. يا الله يحفظك.